محمد شيخ عبد الله حسن وحو كل شيء دول كانوا قاليد أما دول كلو يغان لاسو هدينو رغهان أما أتل ما نقوب تينا وحو كل شيء مقالة بو هودلي بل أدو ولوغو مقعدري سعمد ديقو يعني وابلغي أن بيهيسو سعكو في اللين بلغا وانو استاغني أنيغو الله سعودا أبتغيس جامع السيد فارتو كنت المامي وحو يري أغال كودي حلقا أيو كدسنا مركي سيد محمد لشي هو يدي واتينو سو شاقني ووحل أورنجري عرسيد وحي هيد غفلو المهان تأح دابا ديد وحو كوكوري للكا عيديد حوليه مركا لهايستي وارلادا لغان كودوها جيل إيو فردو أيا أبادنا مركا فردها إيو جيلا إيو أريغا إيو لوداس أيو كودح كوري وساقو إنا رير باديئة هسي أهاتي وحالا شيغي تدو بجير مركي أوها إنو آبه كوداري دوكسيغا تاسو وامد عادة إسكا أه ونين كست أو ويلو لشو أما ويلة البدن لي إلا إيا حد ما تاريخ داسو واجوك تايا وحا لغاو مارمان أه إن قرآن كاللبارو وحالا ليه هاي توبانجير نمديسي أيو قرآن كاكود ميي لما شيغين لالن يردي لفلا هيد وحقو ليرا ذاتك غاركي وحي راهدان مركي ويرا فرفرعوني إيو فردها فولان كودا إيو وحيابا بالان أيي كوتي المامان حسي أهاتي نمنكي دراويشيت أو يقين أو لا كوري وقوغل لي راهدو قبيساني أو لا شي لا شي كما أي تلمامين وح ودل يرادة كقدوانا ننك اللي راهدو علي لوح والأورنجيري علي آدن قبياغانا أها قييغا صوماليغانا آدلو غيغان ayaan maalinno in iyo waxaan ila cali dhuuxo inteeba jirtaa wuxuu yiri 107 goor ma dalatay google la yiraahdo gobeysane sayid maxamed baan u dhalanay wuri laba habeen oo isku xiga anaga waxaan ku dhashay yiri buqraas meesha la yiraahdo oo magaalada buu hoodle dhinaca hawdka ka xigta sayidkuna wuxuu ku dhashay sacmadeeqo oo magaalada buu hoodle dhinaca waqooyi ka xigta waana dhulkaanu degi jiray wuri yarantii sayidka waa wada ciyaari jiray buuri waanu isniqiin wuxuu haatan dhalinyarada kaga duwanaa ma ay jirin buuri hase ahaatee waxa ka muuqan jiray buuri wax fahma la yiraahdo oo quraanka markuu aqriyaayo ama kulku maaragtay meelaha joogo wax alla wixii la sheego maskaxda ayuu ku qaban jiray waa fahma badna inta ayuu ka sheegay markii dambena adey waxay cala dhuuxiyo sayid maxamed isla mareen wixii la tahay adduunka waa laga ogyahay سيد محمد عبد الله حسن مركي القرآن كي دمييي وحو بلاباي إنو بارتو علميغا كتوب تاير سيدا صفينها إيو أبو شجاعة إيو مارك تيمح أجروميها إيو كتوب تاير علميغا إسلامكا فرها أوه تاسو مركا نقال آد لوغ يقين شاكي كما جيرو إنو تاس سفي عن نقال أغو بارتاي مركي دمينا وحو الرعيبا ليري نين شيخة والأورنجيري شيخ أبوكر شيخ إبراهيم لغونا نانيسي جيري شيخ أبوكر فولديري نين عالما أيوها وووودا شي شيخال وحالا يري وداتكي مركي هورا وقران كبرتاي وحالا أورنجيري كود قران وداتكا دميتانا وعلمي كبرتانا شيخ أبوكر شيخ إبراهيم ولغونا نانيسي جيري شيخ أبوكر فولديري لبنين أوكالا دران بيهاين كود قران محا معالن كاللوغو بحيي Soomaalidu wixii ay la yaabto wixii wax dila ayay ku tilmaamaan oo ninkaas sidoo quraanka u yiqiin ayay kudka geela laaya ugu magac dareen Sheikh Maxamuud Foldeerana aalim adduunka laga yaqaan buu aha wax la leeyahay maalin ba Sayid Maxamed wuxuu istaagay ceelka walwaaleed walwaalna waa ceelka ceelasha ugu dheer kolku dhererkiisi la yaabay ayuu wuxuu yiri cilmigii Sheikh Foldeere ayaa buuxin lahaa walwaal wax la yiraahda dadkii hore ayaa qoday waa ciil aad u dheer waxa laga xukumaa magaalada Wardheer aan sheekadeena si wadane hadaba waxa hubaal ah markii uu quraanka bartay cilmigiina aqrisaday maxamed inuu ka tagaayo oo noqon doono aw maxamed sida xeerka Soomaalidu u yahay maxaa yeelay ninku markuu cilmiga wax ka sheego waa lagala xishooda magciisiyo waa in loogu daro aw kelimada la yiraahdo maxaa yeelay welina hadda sheekhnima ma gaarin dhulku masaajid ma lahayn meelo wax lagu akhrisadana ma lahayn
عادة وحلقو برتاوية دي هورا وحيا هاي ننكو إنو رير قوراقي سا إسكاد حسولو هاد بميشي اللي دقان يهاي وذاتكو جيتك هوسي سا علميقا كو أغريو كتاب كان سيدا كورنا ميو مركز سيد محمد كتب تبادن كيدا وحو كو أغري سادي نوغال داد با وحي راهدان رول بادن بو مرايو قلبيد إيو كونفورك إيو أرلا سوك عاي تا أنو راد وما هينو هاد با مدة هدو نوغال ورورييقا يي شيخو intaan uga guursan ayaa waxa la leeyahay ayuu wuxuu aad u jiclaaday inuu cilmigiisa sii kororsado haybadiisana kor u qaado si uu u gaaro bal marka horeba magaca la yiraahdo Sheikh Maxamed waxa la leeyahay markii uu xajka u kacay sidana waxa caaday iska ahaan jiray ninku markii uu sheekh yahay iyo markii uu waayeel yahay labada gooroodba inuu had iyo jeer xajka qalbiga ku hayo maxaa yeelay ninka magaca dheeri hadii uu mar haaji noqdo magciisi ayaa sii kordhaya ninka sheekhaana diintiisi iyo magciisiiba korbay noqonayaan oo wuxuu la mid noqonaya nin shahaado jaamiciya qaatay oo kaleeto marka xilli aan la garanaynin ayaa sayid maxamed oo marka ahaa aw maxamed isagii iyo dhowr iyo toban kale ku tashadeen inay u kacaan maka waagii horena maka mar hadii badda laga gudbo waa loo lugayn jiray waxa la leeyahay 12 nin ayay israaciin oo laba abtiyaashiisi ka mid yihiin Haaji Aadan Seed iyo Obsiya Seed labadaas waa markii dambe dariiqada ayay ku dhinteen dabadeedna wuxuu tagay xaramka magaalada maka sida la sheegay 3 sanadood ayuu joogay wuxuu ku darmay xirtii ninkii la oran jiray Sayid Maxamed Saalax oo u dhashay Suudaan Sayid Maxamed Saalaxna dariiqada Saalixiya ninkii soo saaray weeye dariiqada Saalixiya wuxuu ka soo dhambalay dariiqada la yiraahdo Axmediya laan kamida weeye meesha la yiraahdo Barxadu Rashiidiya ayaa guriga uga dhisnaayeen baa la yiri oo magaalada xaramka korkeeda kore ah waxa la leeyahay سيد محمد صدح راسن او مكا جوغي وحو خادم او اها اما حرتيسا كميد اها سيد محمد صالح او سودان او دشاي حسي اها تنين عالمة او جيغا لغا يقين اها داري غويم بدن ايا مركا لغو هايستي مغالا مكا اما قادرية ها نغوتو اما سالحية ها اهادين اما مرغنية ها اهادين اما كوكرا او كسي دارن سيد محمد وحو دورتي داري غدا سالحية انو كميد نغضو sababtu u doortay lama sheegi karo wax si laga yaaba markii hore Soomaaliya haduu joogay oo qaadiriya aha inuu yiri dariiqa aad kaliya ku shaqaysatid oo xir ku yeelatid Allaah ilaahay Allaah ilaahay samayso maxaa yeelay waa raganimo gaar ah dhan kale markii loo eego wixii lagu la wadaago waxaan lagu la wadaagin ayaa ka fiican dariiqada saalixiyana degayiga Soomaaliya markaa lagama oqoon waaba laga yaabaa inuu u arkayay dariiqada saalixiya inay qaadiriyada ka fiican tahay oo ka falli badan tahay